طيب دلوقتي هنتكلم عن تاني نقطة وهي الـ stability of بنزين رينج أو aromatic structure عامة، بس احنا طبعا زي ما احنا مكملين كلامنا على البنزين. تمام، الـ stability هنقسمها لكذا جزئية. هنعرف أصلا الـ stability دي جاية منين، ليه مركبات الـ aromatic أو البنزين كمثال هي مركبات مستقرة، والسبب في ده راجع لحاجة اسمها الـ resonance، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده هنشوف عرفوا الاستابيليتي بتاعته دي منين، من عن طريق الرياكشنز بتاعته، يعني في تفاعلات لقوا البنزين بيعملها وفي تفاعلات تانية ما بيعملهاش، فعرفوا من هنا ان هو ليه استقرار مختلف. وبعد كده هنقدر نشوف هما ازاي قدروا يقيسوا الريزونانس ده عن طريق البوند لينس، من خلال طول الروابط بتاعة البنزين. وبعد كده اخر حاجة هنتكلم عن الهيت بتاع التفاعل زي ال H2 او تفاعل زي الكومباشن، ومن خلال الهيت بتاعة التفاعل ده قدروا يعرفوا قد ايه قيمة الاستقرار بتاع البنزين. تمام، طيب تعالوا نتكلم الاول عن الريزونانس بتاع البنزين. طبعا زي ما احنا رسمنا البنزين من شوية، طبعا يا اما هرسمه بالكربون او ممكن زي ما احنا قلنا نرسمه السايكل السداسية بتاعتي اهي، كل طرف من الاطراف دي، كل نقطة من دي تمثل ذرة كربون. تمام، يا اما ارسم حرف السي بتاع الكربون يا اما مرسموش، اخليه بالمنظر ده. وعندي تلات دبل بوند ما بين كل اتنين كربون، هعمل باي بوند او دبل بوند بالمنظر ده كده، ده اللي احنا سميناه الكيكول استراكشر. ده اول شكل. تاني شكل، الشكل ده ناتج من ايه؟ بيحصل حاجة اسمها عملية الريزونانس. ايه الريزونانس ده؟ لو انا عندي اي تو كربون ما بينهم رابطة باي او رابطة دبل متصلين بكربون تالتة، تمام، الكربون التالتة دي عاملة رابطة وليكن سيجما اهي، لو كانوا بالمنظر ده كده يبقى ما عنديش حاجة اسمها ريزونانس او ما عنديش حاجة اسمها كونجوجيشن. لكن اول ما يبقى الكربون دي والكربون دي ما بينهم دبل بوند يظهر حاجة اسمها ريزونانس او كونجوجيشن، اللي هي ايه؟ اللي هي حركة الالكترونات الباي الكترونز دي مع بعضها، ان الباي الكترونز دي ما بتفضلش ثابته كده، لا بتبدا تتحرك. احنا عارفين الباي الكترونز هي عباره عن زوج من الالكترونات، تمام، فممكن الكربون دي تقوم واخده زوج الالكترونات فيبقى عندها الكترونات زياده فيظهر عليها شحنه سالبه، والكربون دي هيبقى اتفقد منها الالكترونات فالمفروض يظهر عليها شحنه موجبه، لا ما بيظهرش عليها شحنه موجبه. ايه اللي بيحصل؟ بتقوم الكربون دي عشان معاها الكترونات تقوم سحباها وتعوض نقص الكربونه دي بالمنظر ده، فخدت الالكترونات الباي دي من هنا وديتها هنا، فالكربون اللي على الطرف دي بقى هي اللي تاخد منها الالكترونات فيظهر هي اللي عندها الشحنة الموجبة. تمام، ودي لو كانت متصلة بكربون كمان، الكربون دي عاملة دبل بوند تقوم عاملة ايه؟ تقوم جاية الكربون كمان دي شايفة اختها اللي جنبها معاها شحنة موجبة عايزة تخليها مستقرة تقوم مدياها الالكترونات اللي معاها، فاصبح اللي على الطرف هنا دي هي اللي موجبه. تمام، طيب لو كان بقى الطرف دي متوصله بالطرف دي، يبقى انا كده قفلت الحلقه السداسيه بغض النظر يعني عن شكلها كده، يبقى الكربون دي موجبه والكربون دي سالبه متوصلين مع بعض، يبقى الحلقه بتاعتي دي مستقره. ده بقى اللي بيحصل في البنزين. بيحصل ازاي؟ تعال نشوف. مثلا الكربون دي هتسحب الالكترونات ناحيتها تبقى عليها شحنه سالبه، تمام، فاصبحت الكربونه اللي جنبها دي هي اللي متاخد منها الالكترونات موجبه، تقوم جاي الكربون اللي بعدها مدياها الالكترونات فتعمل هنا الرابطه الدبل، طب الكربونه دي اتاخد منها الالكترونات فيبقى هي اللي عليها الشحنه الموجبه، تقوم جاي الكربون دي جنبها تقوم مدياها الالكترونات فدي اللي اتاخد من عليها الالكترونات بقت هي اللي عندها الشحنه الموجبه، تقوم دي ودي عاملين رابطه ثلاثيه. فتعال نرسم الشكل كده هيبقى عامل ازاي. اي ريزونانس ستراكشر برسم السهم اللي ما بينهم رايح جاي، احنا عارفين ان اي تفاعل بيبقى السهم رايح بس، لكن لما يكون في حاله ان الاثنين نفس الاستراكشر ما بينهم ريزونانس برسم سهم براسين كده اللي هو رايح جاي، هيبقى بالمنظر ده. ادي الحلقه السداسيه بتاعتي، احنا قلنا دي خدت الالكترونات السالب مع الموجب هنا عمل رابطه باي اهي، دي ودي الرابطه دي اتنقلت هنا فبقى هنا الرابطه الباي، ودي سحبت الالكترونات وودتها هنا فبقت دي رابطه البوند. تمام، يبقى الشكل الاولاني كان عندي الدبل بوند هنا وهنا وهنا،
الشكل التاني غيرت مكان الدبل بوم، بدل ما دي كانت هنا بقت هنا، ودي بقت هنا، ودي بقت هنا، فبقى بالمنظر ده. تمام، ده اللي احنا بنسميه عملية الريزونانس، ان كل كربون بتدي استقرار للكربون اللي بعدها، فيحصل ما بينهم ريزونانس، والريزونانس بيحصل في اي اتجاه، يعني ممكن يحصل الناحية دي او العكس، يعني يا اما اتجاه السهم كده او اتجاه السهم كده، مفيش مشكلة. وفي الاخر بنرسم البنزين رينج زي ما احنا قلنا من شوية، ادي الحلقة السداسية، وبرسم في النص دايرة منقطة كده، ده اللي هو الشكل النهائي اللي استقروا عليه للبنزين رينج، ان هي تبقى حلقة سداسية وفي دايرة في النص. تمام، دي كده عملية الريزونانس. عملية الريزونانس دي بتدي استقرار للبنزين، البنزين بيبقى مور ستيبل، مستقر اكتر، خلي بالك بقى من النقطتين دول، وكمان بيبقى عنده الكترون كلاود. الكترون كلاود يعني ايه الكترون كلاود؟ يعني سحابة من الالكترونات، ودي طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل في النقطة اللي هي اللي جاية، لما نشوف شكل الاستراكشر بتاع البنزين في ال 3D او في الفراغ هيبقى شكله عامل ازاي. بس انا عايزك تبقى عارف ان طبعا عشان الباي الكترون دي زي ما احنا قلنا هي عباره عن زوج من الالكترونات، فبتخلي فيه سحابه الكترونيه اللي هي الالكترون كلاود على حلقه البنزين. تمام، طيب هما بقى اكتشفوا الاستابيليتي دي ازاي؟ من خلال الرياكشنز. ايه اللي حصل يا سيدي في الرياكشنز؟ قال لك تعال نقارن مثلا التفاعلات بتاعه حاجه زي السايكلو هيكسين. هيكسين اللي هو عباره عن ايه؟ سايكلو هيكسين ده اللي هو نفس الحلقة السداسية بتاعة البنزين رينج اهي، بس بدل ما هعمل فيها ثلاثة دبل بوند بالمنظر ده فيبقى في ما بينهم ريزونانس شغال، لا هعمل اتنين دبل بوند بس. ده طبعا اسمه سايكلو هيكسادين لان عنده اتنين دبل بوند، السايكلو هيكسين اللي هو فيه دبل بوند واحدة بس. تمام، وهقارنه بالتفاعلات بتاعة البنزين، بنزين اللي هو هيبقى فيه التلاتة دبل بوند، فعاملة الانفينيت ريزونانس، فعاملة الاستابيليتي اللي احنا قلنا عليها دي. هيقارن ما بينهم في التفاعلات، ايه اللي هيحصل؟ قالك لما نيجي نعمل على ده تفاعلات اللي هي عبارة عن تفاعلات الاديشن، تفاعلات في منها انواع زي ما احنا عارفين، تفاعلات الاديشن يعني تفاعل اضافة. اضافة زي ايه؟ يعني مثلا هضيف اتش اي هيدروجين ايودايد، لما اجي اضيفه على السايكل هيكسين هيعمل فيه ايه؟ هاجي اضيف عليه الاتش اي، بتقوم الرابطه الباي دي مكسوره، وكربونه تاخد الاتش وكربونه تاخد الاي، فيقوم مديني ناتج بالمنظر ده كده. دي مثلا خدت الاي ودي خدت الاتش، طبعا مش هتفرق مين خدت دي ومين خدت دي. تمام، يحصل تفاعل، يحصل تفاعل قدش، لكن البنزين ما يحصلش تفاعل، نو رياكشن. الله، فكده بدأوا يستغربوا، ده كده البنزين مختلف عن الحاجات الالكين العادية اللي هي فيها دبل بوند، مع انه في دبل بوند زيهم، فليه مختلف؟ ده طبعا راجع للريزونانس. تمام، تاني تفاعل برضو شبه الاديشن ده، زي تفاعل مثلا البي ار 2 في وجود السي سي ال 4، برضو لو جيت عملته على الدبل بوند الواحدة بيكسر الدبل بوند، دي في هنا بي ار وهنا بي ار، فيقوم مديني الناتج بالمنظر ده، دي معاها بي ار ودي معاها بي اور، لكن هنا برضه نو رياكشن. غريب. تفاعل كمان مثلا زي تفاعل الاكسديشن الكي ام او 4، تفاعل الاكسده بيضيف عليه عامل مؤكسد اوكسيدايزنج ايجنت زي الكي ام ان او 4 معاه اكسجينات كتير، لو هي دبل بوند واحده برضه الدبل بوند بتتكسر، ودي تبقى معاها او اتش ودي تبقى معاها او اتش بالمنظر ده كده، دي معاها او اتش ودي معاها او اتش، لكن لو هو بنزين رينج برضو ما بيحصلش تفاعل، نو رياكشن. تمام، كل التفاعلات دي كده تفاعلات اضافه، بكسر الرابطه الدبل واضيف هنا حاجه واضيف هنا حاجه، بضيف يبقى اسمها تفاعل اضافه يعني اديشن رياكشن. تمام، فالملخص بتاع الحته دي ايه؟ ان البنزين ما بيحصلوش اديشن رياكشن زي اللي بتحصل للالكين العادي اللي هو اقرب حاجه شبهه اللي هي السايكلو هيكسين. يبقى البنزين نزود بقى الحته دي نوت اندر جو، ما بيحصلوش اديشن رياكشن. تمام، طيب امال بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها سبستيتيوشن رياكشن. بس قبل ما نقول سبستيتيوشن نقول اخر تفاعل في الاديشن، ال H2 مع في وجود النيكل. H2 في وجود النيكل ده بيعمل ايه؟
هيكسر الرابطة دي ويضيف هنا ذرة هيدروجين وهنا ذرة هيدروجين، اللي هو بيسموه تفاعل الهدرجة أو الهيدروجينيشن. فدي تبقى معاها اتش ودي تبقى معاها اتش. طبعا باقي الكربونز دي معاها اتشات برضو، بس احنا بنظهر دول عشان نبين التفاعل حصل ازاي. تمام. طيب ال H2 والنيكل ده تفاعل اديشن، اضافة هيدروجين حصل هنا وحصل هنا. شال لي هنا التلاتة دبل بوند اللي كانوا موجودين، وحط ما بين كل واحدة والتانية هيدروجين. ادي واحدة وادي التانية وادي التالتة. طب اشمعنى التفاعل ده حصل؟ قال لك خلي بالك التفاعل ده حصل، بس لما حصل هنا كان بيحصل في الروم تمبريتشر عند 25 درجة سليزيوس، وكمان بيحصل في بريشر 20 باسكال على الانش سكوير. لكن يعني في ظروف عادية من التمبريتشر والبريشر، لكن عشان يحصل في البنزين كنت محتاج اسخن الدهيت، اسخن حرارة، اسخن المركب بتاعي ده عند من 100 ل 200 درجة سليزيوس، اسخنه لغاية 200 درجة واديله ضغط 1500 باسكال للانش سكوير. تمام. يعني محتاج هاي بريشر وتمبريتشر، لكن هنا حصل في الظروف العادية. ده تفاعل اديشن الوحيد اللي حصل، لكن عشان يحصل برضو وجد صعوبة شديدة جدا نتيجة للاختلاف ما بين البنزين عن السايكلوهيكسين. حصل هنا بسهولة في الظروف العادية، لكن هنا حصل بصعوبة. تمام. طيب دي كده التفاعلات اللي احنا بنسميها تفاعلات الاديشن. دي التفاعلات اللي السايكلوهيكسين قدر يعملها البنزين ما قدرش يعملها. ده راجع للاستقرار بتاعه، ان انت صعب قوي انك تكسر الاستقرار اللي ما بين التلات دبل بوند دول، تكسره عشان تعمل تفاعل اضافي. فعشان كده البنزين عشان هو عنده استابيليتي اعلى، استقرار اعلى نتيجة للريزونانس اللي احنا قلنا عليه، ما عملش تفاعلات الاديشن، لكن بيعمل حاجة اسمها سبستيتيوشن رياكشن. سبستيتيوشن رياكشن دي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الصفحة اللي جاية. ايه هي السبستيتيوشن رياكشن بتاعة البنزين؟ سبستيتيوشن رياكشن، يعني ايه اصلا سبستيتيوشن رياكشن؟ سبستيتيوشن يعني تفاعل احلال وتبديل. يعني ايه احلال وتبديل؟ يعني بشيل حاجة واحط مكانها حاجة تانية، احلال وتبديل. تمام. طيب في بعض التفاعلات السبستيتيوشن لحالة البنزين هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا لما نيجي نتكلم عن الرياكشن بتاعت البنزين، بس تعالوا ناخدها دلوقتي اجمالا على بعضها كده. تعالوا نحط البنزين رينج في النص ونقول ايه تفاعلات السبستيتيوشن اللي البنزين قدر يعملها، وعلى العكس بتاعه السايكلوهيكسين اللي هو المقارنة اللي فاتت ما قدرش ان هو يعملها. تمام. انا يهمني دلوقتي تعرف اسم كل تفاعل من التفاعلات دي، وايه الحاجة اللي انا بضيفها، وايه الناتج اللي هيطلع. تمام. التفاعل نفسه هيحصل ازاي ده هنتكلم عنه بالتفصيل قدام شوية. طيب اول تفاعل حصل على البنزين اسمه تفاعل السلفونيشن، اللي هو بجعل البنزين بضيف على ال H2SO4 اللي هو بيسموه كونك سلفوريك اسيد، حمض الكبريتيك المركب. التفاعل ده اسمه تفاعل سلفونيشن. بيعمل ايه؟ كل تفاعلات السبستيتيوشن او الاستبدال بتاعه البنزين، طبعا زي ما احنا قلنا كل ذره كربون هنا معاها ذره هيدروجين، فتفاعل سبستيتيوشن ده بشيل ذره الهيدروجين واحط مكانها حاجه من المركب ده. تمام. طيب تعال نشوف هحط ايه. طبعا انا الهيدروجين دي عشان تطلع هتطلع مع ايه؟ هاجي على ال H2SO4 ده هشيل منه OH ماينس O و H. ليه؟ عشان الماينس او اتش دي مع الاتشاية بتاعت البنزين تطلع على هيئة H2O. طيب اتبقالي ايه لما شلت منه او اتش؟ يبقى اتبقالي SO3 تلاتة بس لان شلت او، وهشيل اتشاية من هنا يبقى SO3H. يبقى انا هشيل الاتش دي واحط مكانها مجموعة ال SO3H. تمام. طيب ده كده اول تفاعل. خلي بالك هي طريقة التفاعلات كلها شبه بعض، أهم حاجة بس تبقى فاهم احنا عملنا ايه. البنزين عنده ذرة هيدروجين عايز يشيلها،
فانا ضفت مين؟ H2SO4. طب الهيدروجين دي هتخرج مع ايه؟ عايزه او اتش عشان تطلع لهيئه H2O، يبقى هشيل من هنا اتش او، والباقي هو ده اللي هيخش مكان الاتش او. تمام. المركب ده بيسموه ايه؟ بيسموه بنزين. بكتب الاسم بنزين، بعد كده مجموعه الاس او 3 اتش اللي هي جايه من السلفيوريك اسيد، بس بخليها سلفونيك، سلفونيك اسيد، بنزين سلفونيك اسيد. طبعا احنا هنتكلم عن التسميه بالتفصيل كمان شويه، بس يعني بما انها اتذكرت فنقولها بالمره. تمام. طيب ده اول تفاعل. تاني تفاعل هضيف HNO3 في وجود ال H2SO4 برضه، وطبعا الاتنين لازم يكونوا كونسنتريتد كونج مركز. طيب التفاعل ده بيسموه ايه؟ ده احنا قلنا اسمه سلفونيش، ده بيسموه تفاعل نايتريشن. نايتريشن عندي هنا ال HNO3. ال H2SO4 دوره ان هو كاتاليست، ما تشغلش بالك بيه، الكلام كله على ال HNO3 زي ما عملنا هنا. ال H عشان تخرج محتاجة ايه؟ محتاجة O H، يبقى هطلع O H عشان يطلع لي جزيء الماي. هيتبقى هنا ايه؟ شلت منه O و H، يبقى NO2، يبقى هي دي اللي هتخش على حلقة البنزين مكان ال H، يبقى هنا في NO2. تمام. مجموعة ال NO2 دي بنسميها مجموعة النيترو، يبقى اما اجي اسمي المركب ده هيبقى اسمه نيترو بنزين. طيب مثال تالت لتفاعلات السبستيتيوشن، تالت تفاعل اسمه فريدل كرافت. فريدل كرافت، فريدل كرافت ده التفاعل نفسه في منه نوعين، في تفاعل بيسموه فريدل كرافت الكايليشن، وتفاعل بيسموه فريدل كرافت اسايليشن. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ في كلا الحالتين انا بستخدم حاجه اسمها لويس اسيد، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن فريدل كرافت رياكشن، اللي هو ميتال مثلا زي الاف اي مع سي ال 3 مثلا. تمام. الكايليشن، الكايليشن يبقى انا هضيف عليه سي اتش 3 سي ال. طيب اسايليشن يبقى هعمل ايه؟ طبعا دي مجموعه الكايل، الكايليشن الكايل، يبقى الكايل زي سي اتش 3 مثلا، او ممكن نكتبها ار وخلاص اللي هي تمثل اي مجموعه الكايل. طيب لو ار سي ال او سي اتش 3 سي ال في وجود الاف اي سي ال 3 يبقى اسمه فريدل كرافت الكايليشن. عايز اسايليشن يبقى هعمل ايه؟ يبقى هخليها ار سي او سي ال برضه في وجود اف اي سي ال 3، ار سي او سي ال، يعني مثلا لو هستخدم السي اتش 3 سي او سي ال في وجود اف اي سي ال 3. المجموعة دي اللي هي جاية من الاسيتيك اسيد، فبيسموها مجموعة الاسيتايل. لو بتكلم بقى على اي نوع اسيد يبقى اسمها مجموعة الاسايل، اسايل، عشان كده سموا التفاعل اسايليشن. تمام. يبقى فريدل كرافت في منه الكايليشن لو هي ار بس زي سي اتش 3 مثلا، وفي منه اسايليشن اللي هي جايه من مجموعه الاسايل اللي هي ار سي او زي سي اتش 3 سي او في وجود اللويس اسيد اللي هو اف اي سي ال 3 ال سي ال 3. في انواع كتير هنتكلم عنها بالتفصيل. طيب التفاعل هيحصل ازاي سواء ده او ده؟ برضو حاجه على البنزين معاها اتش، عايز تشيلها، تشيلها مع مين؟ هنا بقى مفيش او اتش زي ما عملنا في الاتنين دول. طب في مين ممكن الاتش تطلع معاه؟ في السي ال، السي ال اللي هي دي، ده عنده سي ال وده عنده سي ال برضه، فعشان كده بطلع الاتش مع السي ال ماينس اتش سي ال، واقوم واخد الباقي ده اللي هنا ده هقوم حاطه على الحلقة. يبقى هاجي هنا هقوم شايل الاتشايه مع السي ال واحط مكانها السي اتش 3 او الار. تمام. هنا برضه هشيل اتشايه مع السي ال واحط مكانها مجموعه السي اتش 3 سي او، يبقى هنا بقت. خلي بالك انت بتحط مين اللي كان متصل بالسي ال؟ هو ده اللي هتحطه الاول، يعني السي ال بعدها السي او، يبقى هحط السي او هي الاول وبعد كده السي اتش 3. ما ينفعش تحط العكس، ما ينفعش تقول لي كده، ادي السي اتش 3 سي او، غلط اصلا، ما ينفعش كده، لان الكربونه دي بقت متصله بخمس روابط، معاها سي، معاها 3 اتش، 3 اتش، ومتصله من هنا برابطه ومن هنا برابطه. طب ده ما ينفعش،
يبقى الحاجة اللي بعد السي ال هي اللي هتتكتب الأول، بعد السي ال هنا سي او يبقى هي اللي هتتكتب الأول، تمام؟ ودي كده مظبوطة. ليه؟ لأن السي مع الأو عاملة رابطة ثنائية، سي دبل بوند او، وادي السي معاها تلاتة الاتش، تمام؟ وادي الرابطة اللي مع الحلقة، يبقى الكربون دي عاملة أربع روابط مظبوط، والكربون دي عاملة أربع روابط برضو مظبوط، تمام؟ طيب الناتج اللي طلع من الالكايليشن اللي هو سي اتش 3 ده بيسموه التولوين. الاسم ده لازم يتحفظ برضه، هنقوله ساعات التسمية. طب اللي طلع من هنا ده بيسموه الاسيتايل بنزين، بنزين، تمام؟ طيب لو شلت السي اتش 3 دي وحطيت مكانها ار، اي ار بقى؟ يبقى زي ما قلنا بدل ما هو اسيتايل هيبقى اسمه اسايل، يبقى اسمه اسايل بنزين، تمام؟ ده كده يبقى ده كده التفاعل الثالث، وده الرابع. يبقى السلفونيشن ده رقم واحد، ايه النيتريشن ده رقم اتنين، فريل كرافت الكايليشن تلاتة، فريل كرافت اسايليشن اربعة. طيب تعال نكمل، في عندي مين تاني؟ في عندي تفاعل الهالوجينيشن شبه الفريدل كرافت كده، عايز اضيف هالوجين سي ال 2 مثلا، تعال نكتبه كده سي ال وسي ال، في وجود برضو اللويس اسيد اللي هو الاف اي سي ال 3 زي ما احنا متعودين، تمام؟ برضو بدل السي ال 2 ممكن اخليها بي ار 2 في وجود مين؟ اف اي بي ار 3. اي 2 اللي هو اليود اي 2 في وجود الاف اي اي 3، يعني هتغير ده تغير ده معايا. طيب هيديني ايه؟ زي ما عملنا في الفريد الكرافت، هشيل اتش مع مين؟ هشيلها مع سي ال، يقوم مديني السي ال التانية هي اللي تخش على حلقة البنزين، يبقى هدخل سي ال على حلقة البنزين. طيب المركب اللي طلع ده هسميه كلورو بنزين، تمام؟ يبقى ده كده التفاعل الخامس. طيب طبعا في اكتر من مثال للسبستيتيوشن رياكشن، احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل في الجزئية بتاعة التفاعلات، دول اشهر خمسة عايزك تبقى عارفهم دلوقتي، والباقي طبعا هنتكلم عنه بالتفصيل في الجزئية بتاعة التفاعلات، تمام؟ طيب كده احنا نرجع للجزء بتاع الستابيليتي اللي احنا شغالين فيه. كده فهمنا الريزونانس دي اول حاجة، وعرفنا ان من خلال الرياكشن عرفوا ان البنزين عنده ستابيليتي مختلفة. ليه؟ لان هو ما عملش تفاعلات الاديشن اللي عملها السايكلوهيكسين العادي اللي فيه دبل بوند، ما عملش تفاعلات الاديشن باستثناء طبعا تفاعل اتش 2 مع النيكل، واحتاج ظروف قياسية عشان يتعمل، ضغط عالي وحرارة عالية. وفي البديل بتاعه ان هو عمل تفاعلات السبستيتيوشن رياكشن اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها ورا هنا، اللي هي تفاعلات السبستيتيوشن اللي احنا اتكلمنا عنها، تمام؟ طيب بعد كده خلصنا الجزء بتاع الرياكشن، هنتكلم عن البوند لينس.